بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عنوان هذه الحلقة: العلاجات الأربع للعلاقات الزوجية. سيد ربي سبحانه وتعالى هذا البشر كله خلقه من علاقة زوجية. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فلهذا هذا العالم كاع كله مكوناش من ذكر وأنثى، وبدأت هذا الذكر والأنثى، ولكن ماشي بحال البهايم اللي كل واحد فيما بغى يتصل معاه شويه. لا 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 لا، هذا بطريقة شرعية بالزواج الحلال ماشي بالزنا. لهذا صان الإسلام الأعراض وجعل سياجا كبيرا لصيانة الأعراض. ومن الصفات ديال المرأة الصالحة: إذا نظر إليها زوجها سرته، وإذا أقسم عليها أبرته، وإذا غاب عنها حفظته في ماله وعرضها. ما تدخلش اللي كان ودير الخلوة مع ما كان، وتضحك مع ما كان، وتخضع بالقول مع ما كان، وتزين من ما كان. لا 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 لا، هادشي حفاظة ديال المرأة الصالحة. علاش؟ باش نحافظوا على الأسرة اللي هي تشتتات في أوروبا وعند الغرب وفي أمريكا وفي أستراليا. ولكن في الإسلام هما تينوضوا الجنود ديال إبليس لعنه الله من الجن والإنس، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، باش يشتتوا حتى هذا المجتمع المسلم. لهذا مادام العلاقة الزوجية اللي اعتبرها الإسلام ميثاق غليظ، وقال لنا سيد ربي سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، اعطى هذه الاهميه العظمى في الشريعه، لابد من علاجات. فمثلا طوموبيله شريتها دوبل في، ولكن هذه الطوموبيله ولابد توقع فيها عطب، تخصني اولا نحاول عليها باش ما يوقعش فيها العطب، ثانيا نكون عارف شي واحد ميكانيسيان اللي لابد منه باش ماشي مدي ليه الطوموبيله وهي خاسره وزيد يتكرفص عليها بحال لو شي واحد اللي دا الطوموبيله لواحد وحيد ليها الموتور كاع كله وعاود ردو وشيط واحد العرام ديال البياس ودار ليها امارش. قال لي مول الطوموبيله هاد البياس هذا، قال لي واش دايره امارش؟ ايه ما يهمناش هاد البياس هذا. لا، خصني يكون شي ميكانيسيان اللي هو عنده خبره. اذا كان هاد الشيء هذا في هاد الشيء اللي هو الحديد، فما بالك بالعلاقات الزوجية اللي فيها مبنية على السكن والمودة والرحمة. خصني يكون عارفين شي ناس اللي هما صالحين مصلحين ناجحين في الحياة ديالهم هما الزوجية، عاطين نموذج كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم عن العلاقات الزوجية، قال لك خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي، ماشي قال لهم ديروا وما تشوفوش الأفعال ديالي، لا هو نموذج في ذلك. لهذا لابد من علاجات أربعة ما بين الزوجين. لاش؟ إرضاء للرحمن جل جلاله وتفاديا لتحقيق مراد الشيطان لعنه الله. أولا العلاج الأول من هذا الربعة هذا، العلاج المعرفي للخلافات الزوجية، هو المعارف اللي تحتاج لها الراجل والمرأة باش يتفاداو الخلاف قبل ما يوقع، بحيث أن الجذور اللي تتنبت منها الاضطرابات اللي تتهدد الكيان ديال الأسرة تتبدا من هاد المعارف هذه اللي تيقد يتلقفها هذاك الشخص راجل ولا امرأة تقليدا ولا تملى عليه وتقال ليه بصورة تتمشي تلبس واحد اللباس ديال الشرع والشرع متبري منها، الشرع ما قالش هذا الشيء هذا، أو تتقد تكون مسلمات عرفية من العادات والتقاليد اللي تلقاوها الآباء على الأجداد حتى ولات دينا بدل الدين ديال سيد ربي. لا، كيما شي مرة سندير شي درس في مناسبة من المناسبات وكاين غير الشخصيات، واحد مدير ديال البنكة خبير، دابا شد هو شحال من واحد صوب ليه الورقة داك الشيء وردو مدير، قال لك أنا في الجلسة ديالي معاه قال لي قبل ما نشد التقاعد خصني نصيفط بعدا شحال من واحد نردو مدير ورد شحال من الموظفين ديالهم كتب ليهم وداك الشيء وزكاهم ولاو مديرين.
حيت قلت له ودي راه من الامور اللي تخص الانسان يديرها كما دارها الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يخصف نعلاه ويرقع ثوبه ويعين اهله في الدار. قلت له شي بس مكان دير الفواطه وتخدم مع المراه ديالك داكشي اللي قديتي عليه، ماشي تمشي تهرس ليها اللواني ودير ليها الصداع بدل ما دير ليها سمي، لا الحاجه اللي قديتي عليها ديرها. قال لك استاذ راه الدل هذا ندير ليها 10 ديال الخدامات ولكن باش انا ندير الفواطه وداكشي ايوا راه طيحتي من القيمه ديال الرجال. هذه مفاهيم دخلات ليه بحال واحد المهندس صديق جاو الوليد خوته باش يزوروه، صابوا المراه ديالو راه نعسه في الفراش وهو داير الفواطه، مشاو قالوا لها البا قال لهم انا سقط عليه، انا سقط عليه باش يخدم هو. هذه مفاهيم هي اللي ماشي هكا خص تكون، لهذا خصنا العلاجات المعرفيه للخلافات الزوجيه تكون مستنده لكتاب الله وسنه الرسول صلى الله عليه وسلم، ماشي من العادات والتقاليد وداك الشيء ديال اللي تيتلقفوها من الانسان ولابسه اللباس ديال الشريعه كان راه الشريعه هكا. لا، هذه الاولانيه. العلاج الثاني العلاج التربوي للخلافات الزوجيه وهو الاخلاق اللي واجب باش يتوقى بها الزوج والزوجه الخلاف تربويا. بحال داك الولي من اولياء الله الصالحين اللي تناقشوا هو المراه ديالو، هادشي طبيعي، واللي ماشي طبيعي ما نعرفوش نحلوا المشاكل. قالت لي المنافق، شنو هو المنافق؟ باش تقول لي المنافق كون قالت لي الكافر لا باس، لان المنافق في الدرك الاسفل من النار. شنو رد عليها هو؟ قال لي هل فعلت تركه انا ولي الله الكرامات عندي كذا كذا؟ لا لا لا، قال لي حتى واحد ما فاق بيا الا انت، كل شيء ضرب فيا حبل الا انت، وفوتها على الشيطان لعنه الله والقضيه بقت العلاقه مزيانه. هذا العلاج التربوي للخلافات الزوجيه والاخلاق اللي واجب باش يتوقع بها الزوج والزوجه الخلاف ديالهم او يتعاملوا معه معامله رشيده مع ذاك الخلاف، تتحيد الاثار ديال هذا الخلاف هذه. وهي ثلاثه ديال المعارف اساسيه بقدر التعمق في المعرفه ديالها تتحقق السكينه الزوجيه ما بين الزوج والزوجه ديالو. الاولانيه معرفه العظام ديال التكليف الشرعي. فالعلاقه الزوجيه مؤسسه هذه العلاقه على كلمه الله والميثاق ديالو الغليظ، واخذنا منكم ميثاقا غليظا، والعقد فيها قبل ما يطلبوا الزوج ولا يثني عليه الولي ولا ترضى به المراه هو تيأذن به الله سبحانه وتعالى وتيبارك فيه، فهو عقد مع الله قبل ان يكون عقدا بين البشر. نعطيه هذه القيمه هذه ونعظموه هذا التعظيم هذا كما عظموا سيد ربي سبحانه وتعالى، بهكا تتحقق السكينه في العلاقات الزوجيه وحيت يوقع الخصال. ما ننساوش هذه المساله هذه. النقطه الثانيه في هذا العلاج التربوي، النقطة الثانية العظام ديال الجزاء الشرعي. فالجزاء بقدر التكليف، ونصات عليه أحاديث نبوية شريفة عديدة، ويكفي في أن الرسول صلى الله عليه وسلم ربط الخيرية اللي هي مبتغى كل مؤمن بالخيريه مع الزوجه. ما قالش خيركم اللي حج بزاف، ولا خيركم اللي صام بزاف، ولا خيركم اللي بنى الجامع، لا، فالخير من الازواج ليس الذي ينفق على الغير ويوزع الابتسامات بين الناس ثم هو مع اهله بخيل وعبوس قبطرير، بل خيريه الانسان تتبدا من العلاقه ديالو بالزوجه ديالو باش تعدى منها الى غيرها. تروينا الترمذي في السنن ديالو وقال حسن صحيح، وابن حبان والبيهقي في شعب الايمان عن سيدنا ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكمل المؤمنين ايمانا. الايمان، الايمان فيه نقاط، الايمان عنده شعاب 77 شعبه، شحال عندك في المجموع؟ اكمل المؤمنين ايمانا احسنهم خلقا، ها هو الاولانيه. وخياركم خياركم لنسائهم. الثالثه في العلاج التربوي هو سلوك القدوه في المعامله ديال الاهل، اي تتمشي انت ايها الزوج على القدم ديال القدوه ديالك اللي هو الرسول صلى الله عليه وسلم. ماشي تسمع في القران راه كاين واضربوهن، شي مره شي محاضره في شي بلاد قال لك اودي ما تنسوش على الضرب، غير كيفاش نضربو؟ واش نضربو بالحديد؟ معناه الضرب راه ثبتو، راه كاين الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هو القدوه عمره ما ضرب شي حاجه الا ان يكون في الحرب صافي. فلهذا هنا ما ضرب الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده الا ان يكون في حرب، اي في غزوه من الغزوات، في قتال الكفار.
اما شي حاجه قال لا يضرب خياركم، الا بغيتي القدوه هو الرسول صلى الله عليه وسلم، ماشي شوف واحد الايه وما تتعرفش التطبيق ديالها. التطبيق ديالها هو الفعل ديال الرسول صلى الله عليه وسلم. لهذا تنشوفوا الرسول صلى الله عليه وسلم مع زوجته، فالرسول صلى الله عليه وسلم اسوه لنا في كل شيء، والسنه ديالو ما تتقتصرش كما تيتصوروا البعض على واحد اللحيه او السواك او قميص او واحد الهيئه معينه، بل تتشمل هذا الشيء هذا، وتتشمل قبله ومعه وبعده السلوك ديال الانسان مع الهليه ديالو مع الزوجه ديالو ولو في ادق التفاصيل. ولهذا كان المتاسي بالرسول صلى الله عليه وسلم حقا هو اللي تيكرم الاهل ديالو، اللي تيحسن للزوجه ديالو، اللي تيصبر على الاذى ديال الزوجه ديالو، اللي تيمارس. وحيت نقولوا صبر على الاذى ماشي صبر على المنكر ديالها، لا 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 لا، وتبرج كما بغات، لا، تيصبر على الطبع ديالها الذي يمارس اعلى انواع السنه التي تقربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليحظى بهذاك الوسام ديال خيركم خيركم لاهله وانا خيركم لاهلي. حنا شفنا العلاج الاول بالنسبه للعلاجات اللي هو العلاج المعرفي للخلافات الزوجيه، شفنا العلاج التربوي شفنا فيه ثلاثه اللي هو معرفه العظام ديال التكليف الشرعي والعظام ديال الجزاء الشرعي والسلوك ديال القدوه في المعامله ديال الاهل. ونجيو دابا للعلاج الثالث، العلاج التأديبي، وهو ما وضعه الشارع من طرق قد تصل إلى التشديد في حال تفاقم الخلاف. والعلاج الرابع والأخير والعلاج الاجتماعي، هو تدخل ديال الأهل والأقارب بالإصلاح بين الزوجين عند بلوغ الخلاف الغاية ديالو. ولا يكفي في هذه الوساطة هذه وهذا الإصلاح هذا الاقتصار على إيوا صافي احنا جينا وحشموا فينا يلا تسامحوا بيناتكم، لا، غادي يبقى المرض هو المرض. لا يقتصر الاصلاح على العفو والصفح والتحمل، بل لا بد قبل ذلك من الاستماع للزوجين في كل تفاصيل مشاكلهما والنظر في المشكل اللي سبب في هذاك الخلاف ما بين الزوجين والمعالجه ديال هذاك المشكل علاجا حكيما وجذريا يقضي على الاثار ديالها بالتعرف على الظالم والمظلوم بين الزوجين. شي ما تنديروش حنايا، شي تنسكتو وتيبقى الظالم ظالم والمظلوم مظلوم، لا، خصنا بعد ما نسمعو ونكونو وكل واحد يكون مستعد للحكم، يقول يا ودي لا انت اللي ظالم وانت مظلومه، ولا انت اللي ظالمه وانت مظلوم. والنظر في المشكل بالتعرف على الظالم والمظلوم بين الزوجين، والوقوف بجانب المظلوم والرفع المعنويات ديالو والاعانه ديال الظالم باش غادي يعترف بالخطا ديالو بعد ما يتلام ويتنصح ويتدعى التوبه لله عز وجل الخالصه والعزم على عدم الوقوع في نفس الخطا مستقبلا، وترغيب المظلوم في قبول الاعتذار ديال الظالم التائب. عباد الله، ما يكفيش باش نسعوا للاصلاح ما بين الزوجين بدون قيد او شرط، بل ينبغي للوسطاء باش يتصفوا اولا بالصدق والاخلاص والحكمه، بس سيد ربي سهل الامر ديالهم، وسيد ربي قال هذا الشيء هذا في سوره النساء، وقال وان خفتم آل مسلمين شقاق بينهما فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها ان يريد اصلاحا يوفق الله بينهما. فجعل سبحانه وتعالى في هذه الايه النيه ديال هذاك الحكم اللي جاي من الجهه ديال المراه والحكم اللي جاي من الجهه ديال الزوجه ديال الزوج، حيت تكون صالحه فهنا تيسر الله عز وجل لهم، حيث قال سيد ربي ان يريد اصلاحا، اي ان يريد الحكم الذي من جهه المراه والحكم الذي من جهه الرجل اصلاحا، عندهم هذه النيه هذه اي الحكمان، غادي يوفق الله عز وجل ما بين هذاك الزوج وهذاك الزوجه وغادي يسهل الامر ديالهم. فانظروا لتاثير النيه الحسنه على العلاقه بين الزوجين وتيسير التصالح بينهما، كما على الوسطاء اللي بغاو يتدخلوا باش يكونوا ملمين بالطبيعه ديال الرجال والطبيعه ديال العيالات، وعلى عين بالحقوق الشرعيه الواجبه على الزوجين باش ما يمشوش مع العادات والتقاليد المخالفه للشريعه الاسلاميه، ويكون الاصلاح مبني على اسس شرعيه متينه بدل الاعراف اللي قد تكون مخالفه لهدي الاسلام الحنيف وما تتعطيش الاكل ديالها لا حالا ولا مستقبلا. اسال الله ان يوفقنا لما فيه الخير، والسلام عليكم ورحمه الله.